يا صباح الخير وحلقة جديدة من مطبخ آسيا، والأسبوع ده في وصفات الأطفال هنخصصه لوجبات الفطار. لما بنتكلم على الفطار بنتكلم على أسهل حاجة ممكن تدخل لبطن الطفل، واللي هي المافنز أو الكب كيك. الحلقة النهاردة هنخصصها للمافنز. المافنز هنعمل جزء حادق وهنعمل كمان جزء حلو ومفيد جدا بالشوفان. أول حاجة أنا هعملها هي مافنز بدقيق الذرة والبروكلي. عندي هنا تقريبا 3 أرباع كوب من الدقيق، عندي كوب وربع من الدقيق الذرة، عندي تقريبا جبنة شيدر حسب الرغبة، يعني حوالي نص كوباية 3/4 كوباية، كل ما كترت كل ما حلوت. عندي زبدة مدابة، عندي بيضتين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة برضو من البيكنج صودا، هحتاج معلقة كبيرة من الخل، وهحتاج شوية ملح وفلفل، وطبعا كوباية من اللبن. فهاخد الأول البولة اللي هخلط فيها المكونات، وطبعا هحتاج 1/3 كوب ميه من المي 1/3 كوب من الميه. فعندي هنا الزبده، الزبده زي ما قلت مدابه، وعندي بيضتين، اهو عندي مقدار كوباية من اللبن. يعني بخلط السوائل كلها مع بعض الأول، اللبن يعني الحليب. هحتاج معلقة كبيرة من الخل، لأنه لما الوصفة بيبقى فيها بيكنج صودا لازم يبقى فيه عامل حمضي يخلي البيكنج صودا تتفاعل، يا الخل أو عصير الليمون، او لو حابين ممكن تعملوا الوصفه باللبن الرايب على اساس انه ندمج اللبن مع الخل. وهحتاج طبعا ميه زي ما قلنا، شفشقه حوالي 1/3 كوب من الميه. اللي فاضل هبتدي دلوقتي بعد ما اخفق المكونات دي مع بعض، هروح جايبة معلقة شوية رشة الأول من الملح، هحتاج بقى معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، هحتاج معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ده أنا هحتاجه، هشيل أي حاجة خلصتها، وهبتدي أضيف الدقيق. خلوني اضيف الاول الجبنه، جبنه الشيدر مبشوره بتبقى طعمه قوي، وهاخد نصها احطه للوصفه الثانيه. هضيف بقى الدقيق، هضيف دقيق الذره اللي هو الاصفر مش النشا، دقيق او الكورن ميل مش الكورن فلاور، عشان الناس ما تختلطش عليها الامور. وهبتدي اخلط المكونات دي مع بعض. المافنز دي جميلة جدا، وبنخفي فيها البروكلي عشان يبقى طعمها لذيذ جدا، وكل الأطفال بيحبوا الكب كيك، يعني مش هنغلب. تمام، بعد ما خلطت المكونات دي مع بعض هروح جايبة صينية الكب كيك او المافنز. طبعا المقدار ده بيعمل 12 و24 ميني، فانا هستخدم بس 6 عشان تشوفوا الدنيا ماشية ازاي. هدهن شوية بالزيت، وقبل ما ابتدي ادهن اولع الفرن، بنولع تحت وبنعدل الحرارة على درجة 200. تمام، هاخد الفرشة وادهن قوي، او ادهن كويس قوي قوالب المافنز بتوعي. مفروض قوالب المافنز بتبقى اغوط شوية من دول، بس احنا ممكن نمشيها قوالب كب كيك. هاخد بقى معلقة او سكوب بتاعت الايس كريم،
وبنزل بتقريبا نص معلقة كبيرة الأول. أوبس، هننضف بعدين. شوفوا العجينة فلافي ازاي، عشان معلقة البيكنج صودا دي بتعمل سحر رهيب. تمام، نضفوا دايما صينية المافنز او الكب كيك قبل ما تدخل الفرن عشان الحاجات دي ما تتحرقش، ونفتكر ان المافنز بتتحرق من تحت وهي لسه نية. هروح جايبه البروكلي سواء المجمد او الني، هاخد بقى وردات صغيره منه. خلوني اجيب سكينه وهحطها هنا. شيل العروق الكبيره دي، بتبقى شويه مره فبلاها، وهنخفيه جوه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام، وهروح جايبه العجينه تاني ومكمله لثلاث ارباع حجم القالب بتاع المافنز. اهو، بالشكل ده. صدقوني الوصفة دي رهيبة جدا، ودي الذرة بيعمل شغل عالي قوي في المافنز دول، طعمين جدا وبيمشوا قوي مع الجبنة الشيدر اللي احنا حطيناها. جربت بالإدام ما كانوش حلوين قوي زي الجبنة الشيدر. اهو، كده تمام قوي. وهدخلهم الفرن يستووا على مهلهم. المافنز عموما بياخدوا حوالي 10 دقايق ل 12 دقيقة في الفرن، ما هياش مدة كبيرة. وهاجي اشتغل في الحاجات التانية، خلوني اركن ده على جنب وابتدي اشتغل في وصفة تانية. الوصفة التانية عبارة عن مافنز بالسبانخ، وكحاجات كتيرة قوي. هستخدم بصل، هستخدم جبنة فتة، عندي طماطم مجففة او ساندرايد توميتو مفرومة، عندي جبنة شيدر، عندي كمان سبانخ يعني مفرومة سواء فريش او المجمدة، بس يستحسن المجمدة. عندي بيضتين، عندي معجون الزيتون الاسود او زيتون مفروم لو عندكو، عندي 3 معالق كبيرة من السكر البني، بودرة الثوم، الاوريجانو، الخل البلسمك، كوبايتين من الدقيق، وطبعا كوبايه من اللبن. ابتدي الاول المكونات السائله، وطبعا البيكنج باودر ما ننساهاش اهي، احطها جنبي عشان افتكرها. طيب، كوبايه اللبن، بس خلوني ابتدي البيض عشان اسلك منه الصفار والبياض. بيضتين، تمام كده. هحتاج معلقة كبيرة من الخل البلسمك، وعندي كوباية من اللبن، هضيف بقى السكر البني، بودرة البصل او بودرة الثوم لو عايزين، الاوريجانو، اهو الاوريجانو، عشان دايما اي حاجة فيها جبنة فتة وساندراي توميتو بتبقى ماشية حلوة قوي مع الاوريجانو. وهحتاج رشة ملح، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر عشان عايزة يعني مافنز منفوخين. لو حطينا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ملهاش لازمة ان احنا نحط مادة رفعة تانية زي البيكنج صودا. طيب، هبتدي دلوقتي اضيف المكونات الصلبة. بعد ما اخلط المكونات دي هحط شوية زيت زيتون،
حروح جايبة السبانخ. حاولوا تعصروا السبانخ كويس قوي من المية عشان ما تخليش العجينة بتاعت المافنز تفشل مننا. وحتى كمان الساندرايد توميتو فضوها او عصروها من الزيت بتاعها اهي. عندي بقى الجبنة الفتة، معجون الزيتون، اقرب كل حاجة جنبي، وعندي كوبايتين دقيق، واللي فاضل من الجبنة الشيدر. طيب هاخد الجبنة الفتة او الجبنة البيضة لو القريش كمان ممكن، حوالي 100 جرام اللي هو الحجم ده. هاخد حوالي معلقتين كبار كمان من الزيتون او معجون الزيتون. هاخد الجبنة الشيدر اللي فاضلة، واخيرا بس قبل ما اضيف الدقيق هخلط المكونات دي كلها مع بعض وهعبي بيها القوالب زي ما عملت في الاول. وزي ما قلت الوصفة دي ممكن تعمل 12 مافن او حبة مافن كبيرة او 24 حبة كب كيك صغيرة. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل المافنز الحلو. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا في الفصل الاولاني قلنا ان الحلقه مخصصه للمافنز بتاعه الفطار. عملنا مافنز بالسبانخ وعملناهم بالجبنه الريكوتا او الفته او القريش، كلهم بيمشوا مع بعض. وعملنا كمان بالسبانخ طبعا والطماطم المجففه والزيتون، وعملنا مافنز بالبروكلي خفينا فيهم بروكلي بس بدقيق الذره او الكورن ميل. دلوقتي هنمشي للحته الحلوه مسكره، هنعمل يعني مافنز حلوه جدا وصحيه جدا، وانا شخصيا باكلها على طول لان هي اصلا يعني تعتبر وصفه كل الحاجات اللي فيها صيامي، يعني ممكن تمشي حتى للناس اللي بيصوموا او الفيجنز او النباتيين. فكل ما فيهاش لبن، ما فيهاش بيض، فدي الحاجه المميزه في الوصفه دي، لكن سهله جدا. فهحتاج المكونات. مكونات عندي موزتين، عندي كوبايه من الدقيق، تلت كوباية من العين الجمل المجروش او اي نوع مكسرات بس عين الجمل بيمشي احلى، نص معلقة صغيرة من الفانيليا، نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هحتاج ربع كوب من المية، وهحتاج تلت ارباع كوب تقريبا او تلتين كوب من السكر. بالنسبة للخلطة اللي هتتحط على الوش هحتاج معلقة صغيرة من معلقة معلقتين على حسب الشوفان طلب قد ايه من زيت الزيتون. هحتاج شوية دقيق، شوية شوفان حوالي تقريبا اربع معالق، وهحتاج سكر بني. طب خلونا نبتدي. اخد الموزتين، يستحسن الموز اللي تستخدموه يكون مستوي قوي، انا للاسف ما لقيتوش، لقيت موز عادي، لكن دي وصفة حلوة جدا تتخلصوا من الموز اللي بيفضل او يقدم في البيت وبيبقى مستوي قوي. هاخد بقى الموز ده هقطعه شرايح. الموز ده هو اللي هيلعب دور البيض واللبن في الوصفة، يعني هو اللي هيديني القوام اللزج بتاع الوصفة. اوبس، هقطعه كده. تمام، وهجيب شوكة وابتدي اهرس الموز. يعني لو مستوي قوي هيتهرس معاكو بسرعة. لو شفتوه مثلا او اتزنقتوا ما عندكوش موز مستوي ممكن تعملوه كده وتضربوه في الخلاط او الكبة، وغالبا ده اللي انا هعمله لانه مش عايز يتهرس معايا. عادي بتحصل لانه السوبر ماركتس دايما بيغيروا الحاجة بتاعتهم، فبيبقى عندهم الموز جديد كل يوم الصبح. فانا النهاردة ما لقيتش مستوي. هاخد الموز ده بقى وانزل بيه هنا. وهحط معاه الربع كوباية مية. لو لقيته مثلا ان هو ممكن ما يتطحنش ممكن نحط معاه الربع كوباية مية بتاعت الوصفة اهي. لكل حاجة حل.
اهو كأنه مستوي، شفتوا؟ خلوش الدنيا توقف على حاجة. هاخده بقى وانزل بيه بالشكل ده. تمام كده. وهبتدي بقى اجيب باقي المكونات. هضيف عين الجمل، هضيف بقى الفانيليا، هضيف رشة من الملح عشان بس توازن الطعم، ربع معلقة تقريبا من البيكنج صودا اهي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. احتاج كمان السكر، قلنا تلتين كوب، واخيرا وليس اخرا كوباية الدقيق. طيب بسم الله، كل حاجة خلصت تروح على الحوض، ونجيب السباتولا وبسم الله الرحمن الرحيم هنخلط كل حاجة مع بعض. والمافنز دول مش طبيعي قد ايه وهميين، لو حبيتوا تضيفوا القيمة بتاعتهم بالنسبة للأطفال ممكن تحطوا كمان معلقتين كبار عسل معاهم، يا سلام. ممكن كمان تزودوا لو حابين نكهة تانية تحطوا معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني، بتدي برضو طعم رهيب. بس هي وصفة أساسية أنا معتمداها في البيت، بيحبها الكبير والصغير، وزي ما شفتوا ما فيهاش دهون ولا بيض ولا لبن، للناس اللي عندها حساسيات واللي ماشي على الرجيم والمنع الحاجات الحيواني، يعني دي انسب وصفة للفطار مش بس للصغيرين. اي نعم احنا بنقول للصغيرين بس للكبار كمان. فهجيب بولة واعمل الطبقة الاخيرة اللي هحطها، عندي الدقيق وعندي الشوفان وعندي السكر البني. تمام كده. هاخد الحاجات دي بقى اعجنها بشوية زيت، دي كبيرة هتطلع لي كل حاجة بره، معلقة بس زيت زيتون مش زيت نباتي، انه عشان الوصفة دي من الاول صحية فخلوها تمشي في الاتجاه ده. تمام كده، يعني تقريبا من معلقة لمعلقتين زيت حسب ما الدقيق والشوفان بيطلبوا، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. تمام اهو، حركينه على جنب برضو جنب اخوه. وهجيب القالب بتاع المافنز، القالب بتاع المافنز حطيته فين اهو، هنجيب القالب ندهن بالزيت. برضو بزيت الزيتون، ممكن لو مش حابين تدهنوا بالزيت ممكن تعملوا ورق الكب كيك عادي جدا. وابتدي ادهن. اهو. تمام قوي كده. او ممكن تستخدموا السبراي بتاع الزيت برضو حلو قوي. هناخد بقى الخليط ده وننزل. المافنز بتبقى عايزه تبقى عاليه شويه، فانا بعملي شويه لانه مفيش سوائل كتير في الوصفه، كلها حاجات جامده. اللهم الربع كوبايه ميه دي، فما تقلقوش مش هتفور اهو. الاسبوع ده وصفات فطار حلوه قوي، صدقوني هتعجبكم جدا. هنعمل كل حاجة الأطفال بتحبها على الفطار، بس هنعملها بطريقة حلوة وصحية زي ما قلت، وقيمتها الغذائية عالية عشان الأطفال يبقوا بياخدوا استفادة.
مش بس مقتصرة على الأطفال، ممكن أو اللو إفطار ممكن تاخدوها كحاجات لحفلات الأطفال والبيرثدي أو أعياد الميلاد، ممكن لحفلات المدرسة، ممكن كمان في حاجات ممكن تمشي في اللانش بوكس زي المافنز اللي عم نعملها النهاردة. فأنا بس حبيت أسميها وصفات الفطار لأنه هي فعلا أكتر حاجة بناكلها على الفطار. مش هحرق المفاجآت، بس الأسبوع مليان حاجات كتيرة قوي، لا تقلقوا. الوصفة دي طبعا زي ما انتوا شايفين بتعمل 6 قوالب مافنز كبار، وبرضو حتى الكب كيك بتعمل 6 بس ما بيبقوش مليانين قوي زي المافنز. هاخد بقى الطبقة دي واحطها بالشكل ده، اهو تمام كده، واحنا ماشيين بنوزع كويس قوي على القالب. اظن الوصفات ما هيش صعبه، المكونات ما هيش مش موجوده في كل بيت، بالعكس موجوده، يعني مش هتحتاجي تنزلي السوبر ماركت مخصوص مثلا، بالعكس كل حاجه موجوده عندك وبتدخل لبيتك. وهدخلها الفرن زي ما سويت الحاجات التانية قبل كده، اهو الفرن سايباه والع. الحلقة النهاردة كانت مخصصة للمافنز، المافنز دي عملنا 3 وصفات، الثلاثة احلى من بعض. عملنا النوع الحادق اللي هو بالذرة وخفينا فيه، او دقيق الذرة خفينا فيه البروكلي، وممكن تحطوا اي نوع من انواع الخضروات زي المشروم زي حبوب الذرة نفسها. عملنا كمان بالسبانخ والجبنة او الاجبان والطماطم، ممكن كمان تدخلوا فيه حاجات كتير زي البصل الاخضر والمشروم. عموما يعني ابداعك في المطبخ ده مش لازم يبقى ليه حدود. وعملنا النوع الحلو اللي هو بالشوفان والموز، وقلنا ان هي وصفة ما فيهاش زيوت، ما فيهاش اي حاجة، يعني ممكن تكون كلها نباتية تقريبا، بس مفيدة وقيمتها الغذائية عالية. اشوفكم الوصفات اللي جاية والحلقات اللي جاية. اسبوع وجبات الافطار للاطفال لسه مستمر، استنوني هنا نفس الميعاد نفس التردد ونفس القناة.